الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع مستشار النمسا جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. مدبولي يشارك اليوم في احتفالية توقيع عقد إنشاء سد ستيجلر جورج بتنزانيا. ورفع حالة التأهب الأمني في فرنسا بعد أحداث إطلاق النار في ستراسبورغ. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا سبستيان كورتز، وأقل المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الاتصال تناول العلاقات الثنائية وجهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وبحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وعبر الرئيس خلال الاتصال عن حرص مصر على تعزيز العلاقات بين البلدين وتعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري. من جانبه أعرب مستشار النمسا عن رغبة بلاده في الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، مشيدا بالإنجازات التي حققتها مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبول اليوم بتنزانيا في احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد ستيجلر جورج لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر الروفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويد إلكتريك. ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رفيع المستوى يضم وزيري الكهرباء والموارد المائية والري وعدد من المسؤولين ورجال الصناعة والمستثمرين. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر والتي تستضيفه العاصمة السعودية الرياضة. بحث الاجتماع سبل تفعيل التعاون المشترك في كل المجالات. وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة في أنشطة وفعاليات التدريب المشترك المصرية الأردنية العقبة 4، والذي يستمر حتى 21 من ديسمبر الجاري. التدريب المصري الأردني المشترك العقبة 4 بالمملكة الأردنية الهاشمية التدريب المصري الأردني المشترك العقبة 4. تستضيف مصر فعاليات التدريب المشترك في مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر دول تجمع الساحل والصحراء، والذي ينفذ لأول مرة بمصر ويستمر حتى 14 من ديسمبر الجاري، وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية. تدريبات دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب. مصر، السودان، نيجيريا، بوركينا فاسو، بقاعدة محمد نجيب العسكرية. تدريبات دول الساحل والصحراء، مصر ودول إفريقيا ضد الإرهاب. تبدأ اليوم فعاليات المؤتمر الوزاري السابع لوزراء التجارة الأفارقة بحضور وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، على أن تختتم أعمالها غدا بالقاهرة، وذلك بمشاركة وفود 55 دولة أفريقية وممثلي التكتلات الأفريقية الاقتصادية المختلفة. وتأتي أهمية استضافة مصر لهذا المؤتمر في إطار التحضيرات الجارية لتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي بداية من يناير 2019، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على تعميق التعاون التجاري مع دول القارة الأفريقية وفتح أسواق
جديدة للصادرات المصرية بالسوق الأفريقية عن طريق المشاركة الفعالة بمفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية. مشاهدينا، ننتقل الآن لمتابعة مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد ستيجلر بتنزانيا. مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي. السيدات والسادة الحضور، لقد أصبح القطاع الكهربائي المصري خبرات متعددة في النواحي المتعلقة بالسياسات والتشريعات وإعادة هيكلة، وكذا الدراسات الخاصة بالتكنولوجيات المتطورة لمحطات توليد الكهرباء، وممكن التعاون مع الأشقاء في جمهورية تنزانيا في هذه المجالات. يلتزم قطاع الكهرباء المصري بالتضافر مع نظيره التنزاني لتنفيذ هذا المشروع الهام من خلال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعظيم المشاركة المحلية في تنفيذ المشروع لما تمتلكه مصر من إمكانيات متميزة في مجال تصنيع مهمات القوى الكهربائية. السيدات والسادة الحضور، يقوم قطاع الكهرباء المصري بتوفير برامج تدريبية لبناء القدرات للمهندسين وكافة العاملين في مجال تشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الكهربائية. ويمتلك قطاع الكهرباء المصري عدد 22 مركز تدريبي متخصص في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة. ويمثل التعاون المصري الافريقي في مجال بناء القدرات والدعم الفني سياسه مصريه طويله الاجل، حيث بلغ عدد المتدربين من الدول الافريقيه في قطاع الكهرباء المصري حوالي 7800 فرد متدرب منذ بدايه عام 2003، من بينهم 208 متدرب من تنزانيا في مختلف مجالات الطاقه الكهربائيه. واستمرارا لدعم الاشقاء بدوله تنزانيا، يسرني أن أعلن أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ستقدم برنامج تدريبي ممول بالكامل لعدد 20 متدربا تنزانيا وفقا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم التدريبية. وهذا بصفة مبدئية. في ختام كلمتي، أود التأكيد على أن تحقيق التعاون الإقليمي في مجال الطاقة الكهربائية سوف يكون له المردود الإيجابي على استخدام الموارد الطبيعية المتنوعة للطاقة. في هذا الحدث الهام، أكرر التهنئة لحكومة وشعب تنزانيا الشقيق على هذا المشروع العظيم، ونتمنى أن نكون معا قريبا للاحتفال بافتتاحه وتشغيله. شكرا لسيادتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
إذا استمعنا إلى جزء من كلمة وزير الكهرباء محمد الشاكر في افتتاح توقيع أو حفل توقيع مشروع سد ستيجلر جورج لتوليد الطاقة الكهربائية في تنزانيا، والذي فاز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك. نعود لاستكمال هذه النشرة، حيث توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تراجع العجز المالي في مصر إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل 2019-2020. وتوقعت الوكالة في تقريرها أن تؤدي الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلي إلى الاستمرار في زيادة تحقيق فائض في الموازنة العامة، وذلك بنسبة 2.3% في العام المالي المقبل، لافتة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز، متوقعة ارتفاع إنتاجه بنسبة 20% في عام 2019. وتوقع تقرير انخفاض الدين العام الإجمالي من 89.4% من الناتج المحلي في العام المالي 2017-2018 على أن يصل إلى 78.6% في العام المالي 2019-2020. إلى الشأن الأمني، حيث يبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة اليوم إلى السويد لدعم جهود المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث. كما أفادت مصادر دبلوماسية غربية في مقر المشاورات بالسويد أن وزراء خارجية عدد من الدول الراعية للعمليات السياسية في اليمن سيصلون اليوم إلى ستوكهولم للضغط على طرفي النزاع اليمني من أجل تحقيق تقدم في المشاورات الجارية والخروج بنتائج تضمن استئناف عقد جولة جديدة من المشاورات مطلع العام المقبل. إلى ذلك، اقترحت الأمم المتحدة خلال محادثات السلام اليمنية بالسويد انسحاب مسلحي ميليشيات الحوثي وقوات الحكومة من مدينة الحديدة ووضعها تحت سيطرة كيان مؤقت. وأبلغت ثلاثة مصادر رويترز بأن الاقتراح الذي قدمه مارتن جريفيث يتضمن تشكيل لجنة مشتركة أو كيان مستقل لإدارة المدينة والميناء بعد انسحاب الطرفين. وأضافوا أنه من الممكن أيضا نشر مراقبين أمميين وأن المناقشات لا تزال مستمرة. وامتنعت الأمم المتحدة عن التعليق، بينما لم يتسنى الوصول بعد إلى أي من الطرفين للرد بشأن الاقتراح. أفاد تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه وكالة رويترز بأن وحدتي إطلاق صواريخ موجهة مضادة للدبابات عثر عليهما التحالف العربي صنعتا بإيران في عامي 2016 و2017. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لم يحدد ما إذا كان اكتشاف الوحدتين في اليمن ينتهك قرار الأمم المتحدة داخل حيز التنفيذ في يناير عام 2016، ويمنع هذا القرار إيران من استيراد أو تصدير أسلحة أو مواد متعلقة بها بدون موافقة مجلس الأمن الدولي. أعلن مكتب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أن القوات الأمريكية استحدثت مراكز مراقبة في شمال شرق سوريا بهدف مواجهة مخاوف تركيا. وذكر مكتب الوزير ماتس أن القوات الأمريكية في سوريا والمنطقة تأخذ القلق التركي على محمل الجد، وأن البنتاغون ملتزم ببذل أقصى جهوده لتأمين الاستقرار الأمني المطلوب على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا. ودعا ماتس السلطات التركية إلى الإبلاغ عن أي محاولة تسلل ترصدها من الجانب السوري وتحديدا من المنطقة التي تنشط فيها القوات الأمريكية. قبل 13 عاما وبالتحديد في 12 ديسمبر 2005، اقتيل الصحفي والسياسي اللبناني جبران تويني رئيس مجلس إدارة صحيفة النهار وأحد أبرز الوجوه التي رفضت الوصاية السورية على لبنان. Thank you.
أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أهمية تعزيز علاقات التعاون بين بغداد وواشنطن في جميع المجالات والشأن الاقتصادي بشكل خاص، وبما يحقق مصالح العراق ويحفظ استقلاله ويعزز فرص التنمية والاستقرار في المنطقة. وخلال اتصال مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، نقل الأخير تهاني ترامب لعبد المهدي بتشكيل الحكومة، مؤكدا دعم توجه العراق لحماية جميع مكونات الشعب وإنهاء معاناة المهجرين والنازحين. عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن دعمه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وفي حوار مع وكالة رويترز أكد ترامب أن دعمه للمملكة يعني بالضرورة دعما لولي العهد السعودية. ونفى الرئيس الأمريكي وجود تحركات داخل العائلة المالكة بالسعودية لمنع الأمير محمد من أن يصبح ملكا. كشف البنك المركزي الإماراتي أن السعودية والإمارات بدأتا استخدام التكنولوجيا الرقمية في تسويات عابرة للحدود. وأكد محافظ البنك مبارك راشد المنصوري خلال مؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي أن البنك يعكف على إعداد خطة استراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية على أن تكون مدعومة بإطار عمل تشريعي وتنظيمي. دعا نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفا حلفاء واشنطن إلى الانضمام إليها في مكافحة ميليشيات إيران وداعش والقاعدة التي تنشر الإرهاب دون رادع. وقال إن الإرهاب العابر للحدود يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن داعش والقاعدة وحزب الله اللبناني يعملون في أي مكان ويتمكنون من حشد الدعم فيه ويواصلون أجندتهم الإرهابية. وأضاف أنه في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، فقد تعهدت واشنطن بملاحقة داعش والقاعدة وميليشيات إيران، إلى أنه جرى الكشف عن العديد من مؤامرات حزب الله في باراغواي والبرازيل وحتى في الولايات المتحدة. بدأت الشرطة الفرنسية منذ قليل عملية أمنية بمحيط كاتدرائية ستراسبورغ بحثا عن منفذ حادث إطلاق النار. كما دهمت الشرطة مقر سكن منفذ الهجوم الذي اعتقلت 3 أشخاص في إطار التحقيقات. من جانبه، أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير رفع مستوى التأهب الأمني في البلاد. وفي كلمة له قال الوزير إن التأهب يأتي لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. الآن في فرنسا في إطار خطة التأهب القصوى، وأيضا من خلال وضع مراقبة مشددة على الحدود وعلى كل أسواق أعياد الميلاد في فرنسا من أجل تفادي أي حوادث مشابهة. وأيضا سيتم تعزيز عملية سنتينيل في كل الأراضي الفرنسية. الآن كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي أن إطلاق النار أسفر عن وقوع 3 قتلى و12 مصابا، مشيرا إلى أن منفذ الحادث لا يزال طليقا. رجل قام بنشر الهلع وقتل 3 أشخاص وجرح 12 شخصا آخر، بينهم 6 في حالة حرجة جدا. إن رجال الشرطة رجال الجيش العاملين في إطار دورية سنتينيل أطلقوا النار عليه قبل الساعة 9:00. واجه مرتين القوى الأمنية وكان هناك تبادل إطلاق النار. تم في حالة القضية إلى دائرة مكافحة الإرهاب التابعة للنيابة العامة.
المدعي مدعي الجمهورية تتحدث عن هذا الموضوع غدا. الشخص هو شخص معروف لجرائم ارتكبها سابقا في إطار الحق القانون العام في فرنسا وفي ألمانيا. حاليا هناك 350 عنصرا يعملون في الميدان لملاحقته. هناك طائرتان هليكوبتر وكل وحدات النخبة التابعة للشرطة ووحدات البحث والمداهمة وقوات العاملة في إطار عملية سنتينال، وأيضا كل الأدوات الأخرى هي الآن تحول إلى استراسبورغ. وقف نواب البرلمان الأوروبي دقيقة صمت أو حداد على أرواح ضحايا الهجوم الذي شهدته مدينة ستراسبورغ الفرنسية ليلة الماضية. وأعرب رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني عن أسفه البالغ وحزنه الشديد للحادث، وقال إن هجوم ستراسبورغ لن يرهب البرلمان الأوروبي أو أعضائه، مؤكدا الاستمرار في العمل من خلال الحرية والديمقراطية للتصدي للإرهاب. أفادت مصادر بريطانية بإجراء تصويت بمجلس العموم اليوم على سحب الثقة من رئيسة الوزراء تريزا مي. من جانبه أعلن المتحدث باسم مي أن مجلس العموم سيقوم بالتصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكسيت قبل 21 من يناير المقبل، وأضافت أنها تتطلع لحل الأزمة المتعلقة بالاتفاق في أقرب وقت ممكن، وتعتزم الحصول على الضمانات المطلوبة من زعماء الاتحاد الأوروبي قبل يوم 21 من يناير. وكانت تريزا مي أعلنت عن تأجيل موعد التصويت تخوفا من رفض غالبية النواب له. نجحت هيئة قناة السويس بالتعاون مع معهد الاستزراع السمكي بجامعة الإسماعيلية في توصيل أنبوب مياه مالحة من قناة السويس إلى مقر المعهد وتوفير بيئة مشابهة للدارسين بهدف تنمية الثروة السمكية وإنتاج أجود أنواع الأسماك. بهدف تنمية الثروة السمكية وإنتاج أجود أنواع الأسماك، نجحت هيئة قناة السويس بالتعاون مع معهد الاستزراع السمكي بجامعة الإسماعيلية في توصيل أنبوب مياه مالحة من قناة السويس إلى مقر المعهد وتوفير بيئة مشابهة للدارسين. وحدة الأحواض الزوجية الأكواريوم، ودي وحدة تابعة للدراسات العليا هنا في المعهد، وهي الهدف منها إجراء التجارب اللي بتكون في سكيل صغير بالنسبة للباحثين سواء الماجستير أو الدكتوراه، بحيث اللي هي عبارة عن أحواض زجاجية بمقاسات مختلفة، بحيث أن الطالب يقدر يعمل المعاملات بتاعته تحت ظروف يقدر يتحكم فيها. ويسهم معهد الاستزراع السمكي في تنمية وتطوير الثروة السمكية بمنطقة القناة وسيناء، والتي تطل على مساحات شاسعة من شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة وبحيرات البردويل والمرة والتمساح. تجربتي شغالة على السمك البلطي الأحمر، لأن السمكة دي هجينة جاية من سلالتين، نوع من التلابيا اسمها التلابيا هورنورم مع التلابيا في موزمبيكس، وتعملت في فلوريدا في السبعينات، فدونا نتيجة أن طلعت لنا سلالة بتتحمل درجة الملوحة العالية ودي جديدة، وفي نفس الوقت لونها أتراكتيف لونها أحمر، فمع الوقت أنها عشان سلالة هجينة بتبدأ ترتد للون الأسود بتاعها. فأنا تجربتي أنا هدرس بعض العوامل اللي هتحافظ على اللون، بحيث أن السمكة لما بيبقى لونها أسود أو فيها البقع السوداء الزبون ما بيقبلش عليها، فأنا بحاول أرجعها للون الأحمر بتاعها. فبدرس بعض العوامل البيئية منها التغذية، منها درجة الملوحة، شدة الإضاءة، لون الإضاءة. ويهدف المعهد إلى تقديم برامج متميزة للدراسات العليا في المجالات التطبيقية للاستزراع السمكي وتخريج كوادر بشرية متخصصة قادرة على حل مشكلات البيئة المحيطة وتنمية مواردها باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا.
أنا في تجربتي وصلت الفراي يعني الزريعة السمك لغاية الفينجر لينك للإصبعيات، وكانت تجربة ناجحة، واستخدمت 4 أنواع من النباتات عشان أختبر قوة الجذور عليها، واستخدمت النباتات الطبية العطرية لأن هي أكتر نباتات ليها قيمة اقتصادية للتصدير. شغال في الوحدة حاليا إن احنا نبتدي ننتج أسماك بدايل للبلطي، نقدر ننتج أسماك تشتغل في أسماك المياه المالحة أو تقدر تشتغل في أحواض المياه المالحة اللي موجودة حاليا عندنا في الوحدة. البلطي الأحمر، البلطي الأحمر ده الأحمر هو هجين ما بين البلطي الموزمبيقي والبلطي النيلي، بينتج عندي سمكة بتدي معدل نمو كويس وفي نفس الوقت بتحمل الملوحة العالية، فبالتالي أقدر أخدها وأستزرعها في الأحواض ذات أو المية ذات الملوحة العالية أو المية الشروب أو المية القناة مثلا، مية البحر، الكلام ده كله. فده كان هدف. احنا عندنا الوحدة بتتقسم لجزئين، جزء ليه علاقة بإنتاج اليرقات والزريعة، وجزء ليه علاقة بالأمهات. احنا بنجيب الامهات ونحضنها في الظروف المناسبه ليها، وبعد كده نبتدي ناخد الزريعه منها او ناخد البيض منها ونحضنه عندنا. البيض يفقس، ناخد مرحله الرعايه بتاعه الزريعه، وبعد كده الزريعه بتوصل عندي اصبعيات وابتدي اطلعها بشكل تجاري او ان انا انقلها عندي احواض وحده التربيه عشان استزرعها بشكل تسويقي للمستهلك. ويضم معها الاقسام لمكافحه امراض الاستزراع السمكي وتكنولوجيا المصائد والغذاء، ويمنح معها درجات علمية تسهم نتائج أبحاثها في حل مشكلات الاستزراع المائي وزيادة إنتاجات الأسماك والكائنات البحرية. في أخبارنا الرياضية، تستكمل اليوم منافسات الأسبوع 17 لبطولة الدوري الممتاز بمباراتين، حيث يلعب سموحة أمام الاتحاد السكندرية في 5 مساء، بينما يلتقي إنبي فريق النجوم في 7:30. والحساب الأسبوع نفسه فاز الإنتاج الحربي على وادي دجلة بهدفين لهدف. وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على قبول الاستقالة التي تقدم بها البرازيلي يوسف فييرا المدير الفني للفريق بعد الخروج من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال. وودع الإسماعيلي البطولة العربية بعد الخسارة أمس من فريق الرجاء المغربي بضربات الترجيح بنتيجة 4 أهداف لهدفين في إياب دور 16 للمسابقة. وبعد دراسة العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين، استقر مجلس إدارة الإسماعيلي ولجنة الكرة بالنادي على تعيين مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية مميزة لقيادة الفريق في المرحلة القادمة. قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للتأهل لدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على نابولي الإيطالي في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة 6. وسجل صلاح هدف المباراة الوحيد ليرتفع رصيد الليفر إلى 9 نقاط بالتساوي مع نابولي، ليصعد على حساب النادي الإيطالي بفضل فارق الأهداف. نهاية نشرة العاشرة، وهذا تذكير لأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع مستشار النمسا جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب. مدبولي يشارك اليوم في احتفالية توقيع عقد إنشاء سد ستيغلر جورج بتنزانيا. ورفع حالة التأهب الأمني في فرنسا بعد حادث إطلاق النار في ستراسبورغ. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.